الخبر واللي عاد عن تهجم المتابعين على بيسان وانس الشايب. فبيسان وانس نزلوا هذا المقطع على حساب بيسان بالتيك توك، وبهذا المقطع كان مقطع غريب راح اعطيكم اياه شوفوه. فعلا كل الكومنتات اللي عادهم من قلبت انه تتافهين لارتي ما دخلت التيك توك وبلوكوا من هذا الكلام اللي قاعدين يتهجمون بيه عليهم. بس وقت طبعا تهجموا على اخر مقطع نزلته بيسان، وكشفوا حقيقه انه المقلب اللي سويته تمثيل. وطبعا هذا الشيء واضح بعد ما انكشفت هذه الحقيقه يا حبايب في المقطع اللي نزلته اليوم الصبح. فاللي ما شاف المقطع يروح يشوفه، بعدين اكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب شو رايكم بالخبر، وهل يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر عدنا هو وسام تيكيت. فوسام نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلاله انه راح ينزل مقطع باكر راح يكون له علاقة بالخطوبة، وليش هم الى الان ما انخطبوا رغم انهم يحبون بعض. فالمقطع راح ينزل باكر الساعة 7. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مملكة المشاهير فهد الزين وريدر. لأول مرة بالسوشيال ميديا مقطع ويا بعض باليوتيوب، نزل مقطع على قناة مملكة المشاهير راح تكون رابط بالوصف، وكشفنا به هواية حقائق عن مشكلته ويا وسام تيكيت. ويا صغير راح تكون رابط حقه بالوصف، وشوفوا رد ريدر هو بصوته، رابط مقطع بالوصف. اتمنى الكل يروح يشوفه وشوفوا كشف هذه الحقائق. بعد اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بالحلقه هذه، عجبتكم او لا. الخبر الثالث اللي عدنا عن اسو ليش صارت تبكي. فاسو نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كانت قاعده تقول بها اسو وقاعده تبكي انه هي صورت مقطع، ولكن للاسف هذا المقطع اللي صورته راح للاسف، فقررت انه هي ترجع تصور مقطع من جديد، وهي قاعده تتعذب بسبب تصوير مقطع انه اخذ وقت طويل. حط لكم ستوريات تشوفوها. المفروض اكو فيديو جديد اليوم، والمفروض عن البارحه. هو يعني دائما تجي البارحه تلمي مرك صار لك بيوم ضايعه، قلت ان شاء الله راح القيه لان هي بالبيت. قبل هي وين؟ صار لي كم يوم ادور عليها ومو راضيه تلقي. اني واهلي كليتنا ندور عليها ما ادري. يعني الفيديو هذا اللي اخذ مني وقت طويل، والله العظيم وقت طويل الى ان صورته، لازم اعيد تصويره وامنتجه وانزل. ادعوا لي. الخبر الرابع اللي عدنا عن نور ستارز وردها على نارين بيوتي. فنور ستارز طلعت بإحدى المقابلات، بهذه المقابلات سألوها سؤال هل انتي نادمة على مقطع رد اللي رديتي بيه وصرتي تبكين بيه، وهل يرجع بيك الزمن اللي ورا من شفتي حتردين هذا الرد؟ احط لكم الستوري وردها شوفوا. هذا احسن شيء. ارجع لبيتي مع امي واختي وعايشين حياه هدوء ان شاء الله. ندمتي على مقطع انك طلعتي وبكيتي وكلمتي قدام الناس؟ لو رجع فيك الوقت الان ما كان. شوفي انا مو حق دراما، سو ما كنت اعرف شو ردة الفعل المناسبة، بس حاليا تعلمت انه لما تصير دراما مثل هيك، خصوصا لما تكون ما لها صراحة معنى، يعني شيء عادي، يعني كل اليوتيوبرز يسوي نفس الافكار، لما يصير هيك شيء المفروض واحد ما يرد. المفروض. فهذا الشيء انا تعلمته اليوم، لان هذا اول درس لي بالدراما. انت أيوه. تعرفي ساره انا ما عندي أيوه. يعني لا جيتي انت على طول دخلتي في المعمعه، هذا العالم اصلا نور قد ايش مليان. يعني كذا راح اعطيكي معلومه اكتشفتها حاليا. عالم المشاهير في كثير دراما وقصص وشغلات، وانت تعرفين، بس عالم الانفلونسرز ومشاهير السوشيال ميديا في كثير بلاوي خلف الكواليس تصير من ناس. انا انصدمت لان انا ما اعرف هذه الاشياء هلا لما اجيت. الخبر الخامس اللي عدنا عن مريانا وردها على ياسو، وهل هي الا الان عندها مشكله وياها او لا. فمريانا نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر، وبهذا البث مباشر بواحد من الاشخاص سال انه عندك مشكله ويا ياسو او لا، وهل انتم رجعتوا اصدقاء او لا. فردت انه هي ما عندها مشكله ويا اي شخص من الاشخاص، وان هي بالعكس دائما هي طبيعتها مو بس بالسوشيال ميديا. اكو راح اعطيكم مرات ما تشوفوه. جزء ثاني، سلسله ثانيه. انا ماني متخانقه مع حدا، بالعكس انا بحب الجميع، ودايما لازم يكون في تسامح، دايما يكون في حب، مو لانه نحن بشهر رمضان لازم بكل الايام ما نحقد على حدا، ما نشيل بقلبنا على حدا. واذا كان الطرف الثاني، اذا كان الطرف الثاني مصر على الخلاف، مصر على الهجوم، ومصر على المشاكل والبلا بلا بلا والقال والقلنا، انا مع ذلك ما باذي، مستحيل اذي، انا نمله ما باذيها. يعني لما بشوف ان الطرف الثاني مصر على الهجوم ومصر على المشاكل والقال والقلنا والاشياء اللي ما لها داعي والغير لائقه، انا هم بلتزم الصمت، بشوف الصمت افضل لالي، لمكانتي حتى ولمكانتكم انتو، عرفتوا؟ فالصمت افضل الشيء. واكيد انا والله نفسي ضبط الايلاينر. شو بالايلاينر؟ ففضل انه الصمت، طالما اذا كان الطرف الثاني انه هالقد عم بيهاجم وكذا، لا بفضل السكوت افضل.
وبس والله وصلت مقطع حبايب، رابط الحلقه بالوصف مع الريدر ناريه، اتمنى تفجير لايكات. وهذا مقطع حبايب من زمان موصل 20,000 لايك، اتمنى وصل 20,000 لايك، وحلقه ريدر هم وصلوا 20,000 لايك. وبس جاكم فيزين قدمت قصص، مع السلامه.